جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الوسوسة التي تراود الصائم أثناء صيامه من نوافل؟ لأنه لو يفطر ولا يصوم، ومن هذا الكلام هل لذلك تأثير على الصيام؟ جزاكم الله خيرا. الوساوس لا تضر الإنسان إذا عرضت له في أثناء العبادة، لا في صلاة ولا في صيام، لأنها من الشيطان، فعلى المسلم أن يرفضها ولا يلتفت إليها ويمضي في عبادته من صيام أو صلاة أو غير ذلك. نعم.